استقبالك يا ونيف. الله ياخذ في يوم الحق شكوب يا ماما. ترزيت فراشلك وتعت في ولدي يا ولي ولدي. عرف ممكن متبالي شوفوا في زرتك يكونوا بابا. مني كانت فكرتك الحالة ما تشوفش فيها واحد الإنسان اللي قريب لك بزاف وديك الحالة هذيك لا إله الله وصافي. زوجت الله يرحمه مروان الوردي اللي توفى هذا العام بسبب حادث عنده وعطاه السلطه. كان خدام عنده صباغ وطاح من الموبل ومات. وكانوا جاو السلطه داروا المحضر ديالهم وداك الشيء. ومن ديك الساعه ما كاين لا تعويض لا حتى شي حاجه مده عام هذه. يعني الانسان هذا ما عوضني ما حتى شي حاجه. يعني مشيت ما تيقول لي حتى شي حاجه. يعني ما كيفيدني حتى شي حاجه. كنمشي عنده يعني تشكيله بالحال ديالي يعني ان ما عنديش بزاف الحوايج. في الاخر كيقول لي يعني كتب عليه المكتب طاح ومات انا ما عندي ما ندير لك. يعني مكتب الله وفات ديال الله قدر الله وقع. يعني ما عندي ما ندير لك. لا ما وعدني حتى شي حاجه. الانسان ما وعدني حتى شي حاجه نهائي. انا حتى في العزوم ما جيش عندي. هذا الجنازه ما وصلش عندي. الانسان هذا اللي طاح عنده رجلي ما وصلش عنده. يعني ترى هاد الكنازه باش يجي يعزي بحالو بحال الناس انه مات عندك في خدمتك في الموبل ديالك ما جاش عزى بحالو بحال الناس. خدم عنده كان كيخدم معاه مده وكيحبس. وكل مره ملي كيتبان عنده شي خدمه تي داك النهار هذاك كان في داك الموبل اول نهار. النهار اللي بداو فيه النهار اللي وقع المشكل انا عيطوا لي غير العائله ديال راجلي هما اللي عيطوا لي. كنت في الدار المهم كنت في الدار عندي شغل الدار ديالي داكشي. من بعد كنسمع اتصال مع ربعة د العشية شنو واقع. قال لي بان راه راجلك راه توفى راه طاح في الدار اللي كنخدم فيها. فاش مشيت كنلقاه طايح في الارض كله دم. واحد الحالة ماشي حتى لدرجة انها ملي كانت فكرت ديك الحالة ما تشوفش فيها واحد الانسان اللي قريب لك بزاف وديك الحالة هذيك لا اله الا الله وصافي. انا ما خلاني حتى شي حاجة. خلاني الله سبحانه وتعالى خلى لي وليد صغير عنده عامين دابا. انا اللي هزاه كارية ما خدامش. عائلة اللي غتهزني يعني هما حال اصلا حالتهم اكثر من ديالي. عائلة باتهم اللي غنقولوا يعني غادي يهزوه لشي حاجة حتى هما بحال يرثى لها. يعني ما كاينش اللي غيعاونني اللي غيهزني من غير الله سبحانه وتعالى. فراج اللي دات شايفه ولدي غيداو يمشي للزنقه. انا من غدا لو وقعت لي شي حاجه داك الولد غيبقى في الزنقه داير يعني. كاينش اللي غيهزو كاينش اللي غيخدم عليه. حاليا ما خدامش. نخدم غير في الديور. ما كان في خدمه ديال الدور كيفاش دايره اي واحد راه معروفه. ميناش في الديور شنو غيعطيك اللي كيعطيك 50 درهم كلم ما كيعطيكش اصلا. كاين كل واحد وشنو تيدير. انا وليت من نهار ما راجلي وليت عرضه لبزاف د الحوايج. الزنقه راه معروفه فاسد فيها بزاف. انا ما بغيتش نوكل ولدي الحرام. انا بغيت نسر انا وولدي. شحال من مره ميران وتكران يومين تقريبا. ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه. تعرض للتحرش دائما والحمد لله باراده الله ما كان يعني ما بغيتش نخرج لك من دابا حيت ما بغيتش ولدي ياكل الحرام. كنقول له اتق الله في داك الوليد هذا ما تضيعوش. حتى انا لما كنت انا ما عنديش مشكل ولكن داك الوليد صغير ما تضيعوش. داك الولد شوف داك الولد راه غادي يخرج من غدا للزنقه بزاف د الحوايج غادي يتعرض ليهم. ما غيقراش ما يتشرد بمعنى الكلمه. انا شايفه مستقبل داك الولد غيتشرد الا تخطيتو. انا من غدا خطيتو ما كاينش اللي غيهز نهائيا ما تيتصلش بيا ما كيسولش فيا. كنجا عند صيفط لي واحد السيد واحد المره. شنو قال لك؟ قال لي شنو كطالبي. قلت له بغيت تعاود لداك الوليد يعني ما تسمعش فيه. حدو مسافت لي قال لي نعطيك 5000 درهم تكريبية والله يعاون ودي مقابل انك تنزلي لي على الله. انا كنطلب تعويض ما يديرش مستقبل داك الوليد. انا مستقبل داك الوليد ما يضيعش. شوف داك الولد يدير له شي حاجه. انا بغيت داك الولد ما يضيعش. انا بالنسبه ليا شخصيا ليا انا ما بغيت منه والو. انا بغيت الولد ما يضيعش.